للشرطة بعنوان الشهيد. تحية من مصر العظيمة اليوم فاتكم يلي شرفتوا الوطن الله يسعدكم ومقدرين بالفخر والعزة جهودكم. تحية حتى من التراب اللي مشيتوا عليه ونستم. تحية غالية من خريطة أرض مصر لغند مصر يلي ضربتوا للمصر أروع مثل في اللي جرى واللي حصل. تحية حتى من الآثار اللي سابوها إنك ضدنا العظام. تحية في عيدك الكريم من أبو الهول العظيم اللي آخر مرة شفت في عينيه القلق. رديت عليه وبطمله وقلت له ان النبي سيدنا محمد لما قال عن جند مصر هم دول خير الجنود اللي بذلوا الروح من اجل الوطن من غير تمن. هو ده معنى الدفاع عن الوطن، وان رب الكون وعدناه في الكتاب واداله حقه مقدما. جنة الخلد من رب العباد للشهيد اعظم تمن. وقلت له ان نبينا قال لنا في حديثه لينا كلنا عينان لا تمسهما النار في عين بكت من خشيه الله العظيم واما نامت لاجل ما تحرس الوطن الكريم. وتحيه منا كلنا الروح الشهيد اللي ضحى بدمه ياجل احنا نعيش، واللي مهما قلنا عنه ولا عنكو ما نلاقيش من جنود الشرطة او جندي في جيش. وتحية خالصة مني ليكم كلكم اليوم في عيدكم من ابنكم او من حفيدكم. وتحية منا كلنا من الشعب لتعبنا الهمام اللي استعاب دفة سفينة ارض مصر. وفي النهاية بقول لكم يوم عيدكم الحر الكريم بنحبكم ونقول جميعا تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. الحفل